بداية فقراتنا لليوم رح نبدأها أيضا بمساحتنا الطبية، خلينا نقول، ورح نسلط فيها الضوء على البحث والإنجاز العلمي وملتقى الرابطة السورية الجراحي للفم والوجه والفكين الذي عقد في دمشق، وأيضا كان له أهمية في ظل التطورات المتسارعة في مجال الجراحة. لتسليط الضوء أكثر عن هذا الملتقى بصرنا نرحب بالدكتور مازن زيناتي، نائب رئيس رابطة جراحة الفم والوجه والفكين في سوريا. صباح الخير دكتور. صباح الخيرات، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير دكتور. صباح الخير. قبل ما نحكي دكتور يمكن عن الملتقى والمشاركين فيه، كنا عم نحكي مع حضرتك تحت الهواء أنه رغم كل ظروف الحرب اللي مرت على سوريا وصعوبات يمكن كتير كبيرة وصعوبات اقتصادية، لأنه فعل الملتقيات أساساً بتكلف والمؤتمرات يعني مكلفة أساساً مادياً، ما توقف البحث العلمي والملتقيات، أنتوا كدكاترة ما بتوقفوا شغل، يعني يعطيكم ألف عافية. نوجه تحية كمان لكل الدكاترة اللي هلأ كمان جنود مجهولين بظل جائحة كورونا. هيدا الشيء قديش فيه دفع كبير لإقامة هيك ملتقى، عم نحكي عن 500 مشارك وأكثر، لاستمرار البحث العلمي اليوم؟ طبعا هلا الطبيب بصورة عامة وطبيب الأسنان إذا توقف عن تلقي التعليم المستمر بيتجمد، لأنه العلم متسارع، المواد السنية المختلفة متسارعة الإنتاج والتطور فيها، وبالتالي طرق استعمالها وتطبيقها، الطرق المختلفة للإجراءات الجراحية، الطرق التجميلية، كله بتسارع شديد على مستوى العالم. صحيح. فبالتالي إذا طبيب الأسنان بده يتخرج وضل واقف بمكانه لن يستمر ولن يجاري العالم اطلاقا. لذلك يعني دائما الحرص والاعجاز بسوريا على انه كل الازمه خلال 10 سنين والى الان ولن تتوقف النشاطات الطبيه والتعليميه. صحيح. ظل العالم مستمر، ظلت الملتقيات والمؤتمرات والندوات العلميه مستمره، وظل في شغف عند طبيب الاسنان السوري خلينا نحكي لتلقي العلم. يعني في ظل كل الظروف الصعبه، نحن الان هذا ملتقانا قد يكون من اصعب الظروف اللي بتمر على سوريا، ومع ذلك لقينا الاندفاع والاقبال الهائل بالمشاركه. طبعا هذا الاندفاع له عده يعني عوامل. اول شيء نحن عاملين ونفتخر بهالشيء، هذا ملتقى مجاني ل 500 مشارك تقريبا تحت رعايه نقابه اطباء الاسنان المركزيه في سوريا، وبالتعاون مع شركه محترمه، شركه اوروبا للمعمار والتجهيزات الطبيه، تحملت كل التكاليف والنفقات مشكوره في هذا الظرف الصعب، ولهم دوافع وطنيه بهذا الموضوع. لذلك لاحظي هذا الشيء مستحيل انه يتم لولا تعاون كل الاطراف، لولا الجهود المخلصه لابناء الوطن جميعهم، يعني النقابه المركزيه، رابطتنا رابطه جراحه وجوه الفكين، الشركه اللي لها دوافع وطنيه يعني في جزء كبير منها على الاقل، الجهات المختصه اللي قدرنا نامن فيها استقبال بروفيسور ايطالي من اعلى مستويات الاساتذه على مستوى العالم تقريبا، هو له سمعه كبيره، استاذ في جامعه ميلانو بايطاليا، استقدمناه الى سوريا. هذا امر يعني شيء كثير كبير في ظل هالظروف. صحيح دكتور مازن، يمكن التبادل الخبرات هو يمكن هدف رئيسي من هذا الملتقيات، انه نحن يتم بيناتنا تبادل الخبرات، وخاصه مثل ما ذكرت العلم في تطور ومؤتمراتنا وملتقياتنا العلميه ما توقفت. خلينا نحكي بشكل عام غير الملتقيات عن الأنشطة اللي حضرتكم عم بتقوموا فيها كرابطة جراحة فم ووجه وفكين. بالواقع هو كان في توقف لفترة طويلة يعني لنشاطات الرابطة، كان تحت اسم مسمى جمعية جراحة الفم والوجه والفكين. بعدين بالسنة الماضية النقابة المركزية عملت إجراءات وترتيبات إدارية جديدة وأنشأت ما يسمى بالروابط، استبدلتها بكلمة الجمعيات، وبالتالي بدأت تنطلق النشاطات. نعم. الشيء المهم أنه لما منخطط لنشاط أو لما ننفذ نشاط بيكون تخطيط له مسبق قبل عدة أشهر، ففينا نقول أنه الرابطة كرابطة من حيث المسمى جديد، لكن هي رابطة قديمة تحت اسم جمعية جراحي وجه الفكين. طبعا هذه الجمعية بمسماها القديم قامت بالعديد جدا من المؤتمرات الطبية من على زمن مؤسسينها الأوائل، الأساتذة الكبار رحمهم الله، وكانت ملتقيات أو مؤتمرات دولية
قبل الأزمة السورية، وفي أرقى الأماكن، وفي مكتبة الأسد كان، وفي قصر المؤمنين مؤتمرات، وفي أماكن كثيرة. صار في توقف ويعني انقطاع لفترة من الزمن، والآن عادت النشاطات بقوة وبقوة شديدة. يعني النشاط اللي عم نعمله هلا حاليا قد يكون الأقوى منذ عدة سنوات، باستخدام أستاذ إيطالي ذو خبرات واسعة جدا، حاضر بشكل رائع وبأسلوب رائع يعني كأستاذ، وعطانا مفاهيم جديدة حقيقة. يعني مو ما بقول يفتقر لطبيب الأسنان، لا، لابد أن تصل لطبيب الأسنان السوري. فعوض ما أنه طبيب الأسنان يشوف على اليوتيوب والإنترنت ويقرأ مقال، لا، جبنا له منشئ المقال، جبنا له الإنسان اللي هو بإيده عم يساوي هالفيلم على اليوتيوب يساوي قدامه. خاصة نحن ملتقانا كان فيه عملي أيضا، يعني بعد القسم النظري بكل يوم كنا عم نعمل تدريب مخبري على رؤوس الخراف، وهذا أيضا شيء جيد، وعلمنا خبرات علمية، عم نحكي عن احتكاك بشكل مباشر. تمام، قد ما كانت التكنولوجيا، تمام، يعني قد ما كانت التكنولوجيا متطورة وقديش فيني فعلا بكبسة زر أوصل للعالم، بس بالبحوث العلمية لازم يكون في تاتش مباشر، لازم يكون في تبادل خبرات، لازم يكون في أسس عملية لأقدر أنا أتطور علميا. هاي المؤتمرات يمكن اليوم قديش لما نحكي مثلا مثل ما قلت بظروف صعبة بروفيسور عالمي عم يكون، بس في عنا كمان نحن إمكانيات كتير كبيرة وكتير قوية في سوريا، قديش هاي الملتقى بتضيف لهم شيء. يعني في كتير من الناس بتلاقي في عندها مزايا ومواهب وقدرات بدها نوعا ما ضبط وتوجه. هون بعتقد هاي البحوث العلمية وهي الملتقيات العلمية بتأثر بشكل كتير كبير بتسارع وتطور البحث العلمي اليوم في سوريا. بالتأكيد لا يخفى على أحد أن طبيب الأسنان السوري من أعظم أطباء الأسنان، والأطباء بصورة عامة سواء بشري أو أسنان مبدعين في العالم. يعني الطبيب السوري سواء بشري أو أسنان لما عم يروح لأي دولة بالعالم عم يكون من أفضل جراح الطبيب السوري، من أفضل طبيب سوري. لذلك البروفيسور تفاجأ حقيقة يعني بمستوى المتقدم للأطباء السوريين. يعني هو نحن أنا أعطيه فكرة أنه أنت أنا حتحاضر قدام ناس اختصاصيين، ناس يعني أساتذة الجامعات موجودين معنا بهذا الملتقى، والطلاب دراسات عليا ماجستير ودكتوراه. أنا أعطيه فكرة البروفيسور مين بده يشوف، مين بده يقابل، فهو حاول يقدم أفضل ما عنده، ومع ذلك تفاجأ بمستوى الحوار. يعني أثناء المحاضرات كانوا أساتذة عم يحاوروه انه واو، انا فكرت انه لا لازم يكون ابدا شوي ستيب باي ستيب، لا حاله انه هو عم يضطر يطلع على ليفل اعلى وليفل اعلى. هذا الشيء كتير عظيم، يعني حقيقه نحن نفتخر باطبائنا السوريين. صحيح. وكنا عم نفتخر بالتدريب العملي، هو عم اعطانا تقنيات جديده، بس التقنيات ما فيها يعطيها بهالدقه هي الا ما يكون اصلا طبيبنا عنده باك جراوند، عنده خلفيه اصلا متطوره لقدر يوازي ويواكب هالشيء المتقدم كتير اللي اعطانا اياه. فحقيقة هو أعجب فينا ونحن أعجبنا فيه بشكل متبادل يعني حقيقة. ولا زال طبيب الأسنان السوري يثبت نفسه في كل وقت وفي كل زمان. ليش؟ لأنه هو عنده شغف. وقديش جميل مثلا شغف يعني قديش حلو مثلا بيقولك بتفاجأنا مثلا بالقدرات والإمكانيات السورية طبعاً. ضمن الظروف الصعبة اللي عم نعيشها. بتعرف الميديا حقيقة يعني الإعلام الغربي المضلل اللي هو كان فكر حيلاقي حيجي على سوريا أنه حيلاقي هيك شوية ناس هيك يعني حيعطيهم البيسك تبع الموضوع، بالعكس أدهشناه بالآخر. دكتور، وحتى مو بس الأطباء عنا، بأي مجال علمي حتى نور يعني بالأولمبياد العلمي بيقولوا لك نحن متفاجئين. طب انتم متفاجئين انه نحن ببلد حرب وما زال الشباب، ما زالوا الاطباء قادرين على تطوير نفسهم. هنا متفاجئين مثل ما ذكرت، يمكن نحن دائما بنذكر نتيجه التضليل الاعلامي. تمام. او التشويه خلينا نقول اللي عم يصير. خلينا نتفاجئوا اكثر واكثر، خلينا نتفاجئوا بكره حنورجيهم. تماما ان شاء الله يا رب. تماما أكيد سالي، يمكن في كتير ظروف مرينا فيها مثل ما قلتي، وإن شاء الله بيتفاجئوا بجميع الإمكانيات. خلينا نحكي عن يمكن الخطط القادمة لرابطة سورية لجراحة الفم والفكين والوجه. يمكن بما أنه نحن بدنا نقول بعدنا بأربع شهور الأولى للسنة، في لازم يكون في جدول أعمال بعد توقف مثل ما قلنا لفترة زمنية. شو الشغل اللي هلا، شو التحضيرات يعني دائما نحن نخطط لقدام. هذا التخطيط يعني التنفيذ، أي تنفيذ أي حدث علمي يسبق تخطيط عدة أشهر. هلا نحن الخطوة القادمة اللي حنعملها هو الانطلاق إلى المحافظات الأخرى. حنعمل فعالية في محافظة حلب ومحافظات اللاذقية غالبا.
مخططين لها على بهذا العام على الأقل، وأيضا حتكون على مستوى راقي وعلمي، وعم نحاول كمان أيضا نستخدم أساتذة أجانب من سمعات عالية بالتعاون مع شركات طبية. بتصور شركة ربع المعمار حقيقة عطتنا الأدفانتج هلا حاليا وقدمت لنا. عم يكون في صعوبات لما يكون في بروفيسور أجنبي يكون معكم مشترك قديش، لأنه نحن في حصار يعني وعلينا عقوبات وعم يحاولوا أكيد. إذا فيهم يعصروا عليك النفس وياخذوه ما عندهم مشكلة أكيد. فقديش في صعوبات عم تواجهوها اليوم؟ صعوبات جمة بالواقع يعني، والإجراءات الإدارية معقدة جدا ما في مو مجال نحكيها هلا هون، لكن حقيقة نحن إصرارنا على النجاح وإصرارنا على تحقيق الهدف هو اللي عم يخلينا أنه نمشي بطريق مترقي وإلى الأمام تماما. لو بدنا نستسلم مجرد ما يقولوا لنا لا خلص لا مع السلامة، لا ما نحن وقت يقولوا لنا لا بيزيدنا إصرار وبيزيدنا عزيمة أنه لا لازم جيبه، وشو العقبات كذا كذا أنا بزللها لحد ما أنه يوصل ونقدم الفائدة لمجتمعنا. مرد بقول لك يعني هي الجهود المخلصة لأبناء الوطن هي اللي بترتقي بالوطن. يعني سوريا ظلت 10 سنين صامدة رغم كل شيء، ونحن بس مصامدين ومترقين يعني ما بنقف بمكاننا، عم نكون باتجاه الأعلى. ولاحظي يعني من سنتين كمان عملنا مؤتمر دولي، السنة اللي بعدها عملنا نشاط، هلأ نشاط، وهكذا دائما باتجاه الأعلى، ما بيسنينا شيء أبدا عن تقدم إن شاء الله بالمجال العلمي على الأقل إن شاء الله يا رب. ومثل ما قلت دكتور هيك منشوف سوريا كلها والأطباء السوريين بأرقى المحافل لأنه بيستاهلوا يكونوا بهدول الأمكنة. يمكن حكمتنا ظروف معينة، ظروف حرب قاسية مرت على سوريا، والأطباء أكيد هلأ يعني يمكن خط الدفاع الأول، فينا نعتبرهم جنود أيضا عم يقاتلوا، فينا نعتبر بظل هذا الوباء. يعني كمان قديش مهم مثل ما ذكرت الإصرار العزيمة، وأيضا منشوف الطبيب السوري يعني اللي بقيان متشبث هون وحام يحاول يقدم أقصى ما عنده ببلده ليفيد بلده، وعم نشوف أيضا طلاب أنه عم يقولوا نحن درسنا وتعلمنا ممكن نحن نطلع لبرا ولكن نحن راجعين لهون لنقدم عملنا هون. بالتأكيد يعني هو مرجوع أي يعني مرجوعنا لهي البلد شئنا أم أبينا يعني أكيد. وحتى لما الإنسان قد يمر بلحظات ضعف أو يفكر إلى آخره، بس بيلاقي هون جذوره، هون هالشجر هالياسمين هالكذا، يعني مستحيل واحد يتخلى عن كل شيء ليظل أزمة عابرة وحتكون عابرة بالتأكيد بالجلدة. اللي بيأكد هالحكي هذا هو اندفاع طلابنا. نحن قلت لك الملتقى كان مجاني، فأنا كيف عملت طريقة الاشتراك؟ عملت رابط إلكتروني وانتقينا يعني بوفق أسس ومعايير أنه مين يدون يحضروا هذا الملتقى. تفاجأنا أنه عندنا طلاب سنة خامسة من جامعات سوريا مختلفة، من دمشق، من حلب، من حما، من وحتى من الجامعات الخاصة، عندهم إقبال واندفاع هائل لحضور هذا الملتقى اللي هو يعتبر يعني متقدم شوي أنه على مستوى ليفل طلاب رابعة وخامسة. مع ذلك ما كسرنا بخاطر، أخذنا المتفوقين من هدول الطلاب وخليناهم يحضروا ويشوفوا أنه يعني ضمن بلدك فيك تعمل شيء. هذا الشيء كتير مهم. طالب الرابعة طالب السنة الخامسة اللي هو حيتخرج قريبا، انه يعرف شو الامكانيات فيه يمارسها ضمن بلده. مو شرط انك تطلع لبرا لا تقدر تقدم، لا جوات بلدك فيك تتعلم، فينا نجيب لك العلم اللي عندك وفيك تضل وفيك تقدم. هذا شيء كثير مهم. كان في فينا نقول ظروف صعبة، في تفجيرات، في استهداف ارهابي لمناطق عديدة يمكن طالت جميع الاراضي السورية، كان في اصابات يمكن كمان هون نحكي عنها قوية، كان في تعامل مع اصابات بمجال الجراحة والفكين والوجه صعبة نوعا ما؟ يعني بعتقد يمكن هون كان في خبرة علمية كتير عالية. طبعا هلا انت نقلتيني الموضوع الثاني، هلا هذا الحديث طويل، بالتاكيد المشافي المختصة طبعا تمام نوعا ما هي بالاخير هي حلقات مترابطة اكيد تمام. طبعا هلا نحن رابطة جراحة الفم والوجه والفكين تظن هي بوتقة تحت مظلة نقابة أطباء الأسنان المركزية، تضم جراحي الوجه والفكين المنتشرين في أماكن عملهم مختلفة. مثلا أنا كأستاذ جامعي في جامعة دمشق في كلية طب الأسنان عندنا مشفى جراحة الفم والوجه والفكين، وأنا تشرفت برئاسة هذا القسم لفترة من الزمن في بداية الأزمة من 2011 ل 2015، فكنا عم نقوم بعمليات جراحية ذات تكاليف هائلة مجانا طبعا مجانا ضمن مشفى جراحة الفم والوجه والفكين، متعاونين أيضا مع قسم جراحة الوجه والفكين المتميز في مشفى المواساة، في مشفى المجتهد، في مشفى ابن النفيس، في مشافي وزارة الصحة، في مشافي وزارة الدفاع التشرين 601 وإلى آخره، والمنتشرة في كل أرحاء الوطن.
لذلك الجراحين الوجه والفكين فعلا يعني تحملوا عبء كبير، خاصة في بدايات لما كان عندنا الحرب، أزمة هي أزمة حرب وانفجارات وإلى آخره، لا أعدها الله يعني هذه الذكريات. لكن كان الأطباء وجراحين الفكين يقوم بدورهم الوطني وواجبهم حقيقة يعني بتخدير من قبل المراكز الطبية يلي بتأشرف عليه وزارة التعليم العالي وزارة الصحة وزارة الدفاع. أنجزنا عدد كبير وهائل من العمليات الجراحية وكل هذا موثق، ساهمنا بإعادة تأهيل من أصيبوا بهذه العمليات الجراحية وعودتهم إلى المجتمع من أول وجديد، وعندنا أبحاث توثق هذا الموضوع، والآن حاليا في جامعة دمشق في بحث ماجستير يوثق هذه المرحلة، يوثق الإصابات اللي صارت وطريقة التعامل معها، ويتابع الآن المصابين سابقا شو صار هالأفيون حاليا وكيف تم إعادة التأهيل لهم. يعني احنا بس مو بس انه بنعالج، لا بنتابع ايضا مرضانا اللي عم نعالجهم. نعم يعني دكتور مازن بدنا نتمنى لكم التوفيق وان شاء الله من نجاح لنجاح. يمكن هلا عم يقولوا انه نحن عم نعمل ملتقيات، ايه رح نضل نعمل ملتقيات ومستمرين نحن، ما في الحياة ما رح توقف لا عند حرب ولا عند شيء، أكيد ظروف صعبة عم نمر فيها، ولكن مسيرة العلم لازم لأنه بالعلم تبنى الأوطان. شكرا كثير لوجودك معنا دكتور. شكرا لكم، أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك دكتور، تحية مثل ما قلنا ببداية حديثنا لكل الأطباء السوريين اللي عم يبذلوا جهود جبار اليوم في ظل جائحة كورونا العالمية.